السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم وكيف طلبتوا مني بزاف غادي يكون على وجبه واحده في اليوم في صيام متقطع اولا الاوماد كيف كنقولوا لها، يعني 1 ميل اداي. هاد الوجبه الواحده في اليوم غادي نعرفوا بعدا الوقت اللي كتخاد فيه، المده اللي كتخاد فيه، الناس اللي صلاح يقدروا يديروها، الناس اللي ما يقدروش يديروها، واش فريمون كتنفع انها طيح الوزن بشكل خيالي كيف كيقولوا عليها بزاف. فاللي مهتم يبقى معايا حتى الاخر الفيديو. وجبه واحده في اليوم منين جات؟ جات من نفس الشخص اللي دار صيام متقطع. كاين واحد الطبيب كان دار صيام متقطع هذه مده، كان دار عليه كتاب والكتاب حقق اعلى المبيعات وهكا تعرف صيام متقطع، ولا بحال الا قلتو طوندونس ولا كلشي كيدير صيام متقطع. ولكن هذا لا يعني انه الصيام المتقطع ما نافعش، فريمون هو نافع بزاف. وراني كنت هضرت بزاف ديال لي فيديو على الصيام المتقطع، الوجبات فوقاش خصنا ناخذوهم، شنو خصنا ناخذو فيهم بالضبط، فوقاش خصنا نبداو وفوقاش خصنا نحبسو، لو كونسيبت كله ديال الصيام المتقطع عامه. كاين الناس اللي مع الصيام المتقطع راه كاين اللي بدا فريمون كياكل بزاف في النهار، يعني كان كياكل بزاف في النهار 25000 مره في النهار، ومن بعد بدا كيهبط شويه بشويه بالتدريج شويه بشويه حتى وصل انه كياخذ ثلاثه الوجبات في النهار. لانه ملي كنقول لكم ثلاثه الوجبات في النهار، كاين الناس اللي كانوا كياكلوا على طول النهار، يعني راه فوق 10 المرات، فوق 15 مره. كاين البعض اللي انا ما كنقولش وجبه متكامله، ولكن داك الكرينيوطاج حتى هو راه محسوب كتاكلي كتطلعي هرمون الانسولين بطبيعه الحال، فهذا يعتبر وجبه للجسم ديالك. ماشي باش قلت هذا العدد هذا الكبير، ولكن بداو كيهبطوا كيهبطوا ولاو ثلاثه الوجبات. من باب الجسم ديالنا البنات وكيف شرحت بزاف كيبدا يولف، راه انت المعده ديالك كتبدا تولف كتصغر شويه بشويه، كل ما قللتي لها الكميه كل ما هي كتصغر، كل ما كثرتي لها الكميه كل ما هي كتكبر. بطبيعه الحال انه المعده ديالنا بحال الا قلتوا الاستيك، تقدر تصغر تقدر تكبر. فمنين كيبداو الناس كيعطيو داك الكميه اللي هي قليله كل مره كل مره كل مره، المعده ديالنا كتبدا تصغر تصغر تصغر. وراه بزاف ديال البنات معايا في انستغرام قالوا لي بلي ما بقاوش كيقدروا ياخذوا ثلاثه الوجبات في الصيام المتقطع، يعني كيحسوا براسهم شبعانين. هادوك فريمون قادوا المعده ديالهم بحال الا قلتو داروا تكميم المعده بلا عمليه جراحيه وبلا والو غير طبيعيا. ديما انا كنشجع على الطبيعي، تاكلوا اكل طبيعي، ما تنقصوا حتى شي حاجه ولا تحرموا راسكم حتى شي حاجه من الاكل اللي خلق سيدي ربي. خاص غير ديما الكميات كيف كنقولوا الطريقه ديال الطبخ، يعني ما كنشجع على حتى انه المعده ديالكم ملي تصغروها تصغروها طبيعيا وما تلتجئوش كاع نتوما للجراحه. من بعد ثلاثه الوجبات كاين اللي كيقدر حتى كيولي ياخذ جوج الوجبات في النهار بحالي انا كيف دايره حاليا. انا البنات منين قلصت ثلاثه الوجبات لجوج الوجبات في النهار، ماشي باش نزيد معدل الحرق ولا شي حاجه، وانما حيت انا ما بقيتش كنقدر ناكل اكثر من جوج الوجبات في النهار ولف وصافي. ومع ذلك راه كناخذ الاحتياج اليومي ديالي ديال النهار. ديما كنقولوا راني كنت عطيتكم في واحد الفيديو كيفاش تعرفوا الاحتياج اليومي ديالكم من البروتين من الدهون الصحيه من النشويات الكاربز، غير هو ديما النشويات البنات كنكملوا به بحال كيف قلت لكم حتى داك الفيديو سمحولي بحال كيف قلت لكم حتى داك الفيديو الكاربز ديما كنكملوا به. ليسونسييل عندنا هو البروتين الدهون الصحيه، هادو خاصك تاخدي منهم داكشي اللي الجسم ديالك محتاجو في النهار، الخضر الفواكه والكاربز كنكملوا به لانه الكاربز هو اللي كيعطينا الطاقه، والكاربز راه كاين حتى في الفواكه. سمحوا لي هذا النهار هذا الشارع هذا فريمون عامر، الطوموبيلات غاديين جايين، سمحوا لي بزاف. وانما هذه هي الاضاءه اللي كاينه عندي هنايا في الدار، فريمون كتعطي اضاءه زوينه باش كندير لكم فيديو. يعني كيف قلت لكم كنت درت فيديو على هاد القضيه هذه شنو خاصكم تاخذوا في النهار، ولكن ديما البنات الكاربز غير كنكملوا به، ليسونسييل عندنا هو البروتين الخضر الدهون الصحيه والفواكه بطبيعه الحال. الاوماد هنا غادي نوصلوا لوجبه واحده في اليوم. كاين البعض اللي مشى الاكستريم اللي هي وجبه واحده في اليوم، يعني كياخذ وجبه واحده في اليوم، ولكن كاين البعض اللي غلط فيها كيتحسب له وجبه واحده في اليوم، يعني كتاكلي وجبه ديالك في 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق وكتصومي مده ديال 24 ساعه تقريبا اولا 23 ساعه او شي حاجه. هو لا، الاوماد كتخاد على ساعتين، المده ساعتين. يعني مثلا بديتي بغيتي تبدايها في 3 غادي تساليها مع 5. كيفاش الوجبه؟ هنا غادي نجيو بعدا شنو غادي يكون في هاد الوجبه هذه وغادي نقولوا كيفاش غادي تساليها حتى الخمسة. الوجبه ليسونسييل خص يكون فيها فواكه، بحال دابا مثلا انتيا الوجبه خص يكون فيها فواكه، خص يكون فيها مكسرات،
خص يكون فيها بروتين نشويات خضار. هادشي غادي يجيك بزاف باش انك تاكليه في ساعه. داكشي باش قلنا الاوماد على ساعتين. يعني مثلا انت تاخدي فواكه ديتي مع ثلاثه مثلا، غادي تاخدي الفواكه ديالك جوج الحصص الفواكه ديالك مع المكسرات مع كويز الحليب كويز داتاي بلا سكر اي حاجه بغيتيها بحال هكا، و بروتين الا بغيتي تزيدي كذلك تا بروتين، بيضه مسلوقه شويه ديال النشويات خبز ديال الشعير مثلا هذيك بيضه مسلوقه شويه الشوفان مع الفواكه اي حاجه بغيتيها. تاخديها مثلا مع ثلاثه وكتبقاي واحد نقول واحد نص ساعه هكاك ولا ساعه الارب، وكتاخدي الوجبه ديالك الاخرى اللي غادي يكون فيها عاوتاني بروتين يكون فيها خضار ويكون فيها دهون صحيه. النشويات بغيتي تاخدي شويه شويه ممكن، ما بغيتيش تاخدي راه ممكن، لانه النشويات كيف قلنا حنا غير كنكملوا به ماشي ضروري يكون عندنا بزاف. سورتو الناس اللي عندهم وزن شويه كبير راه ديجا عندك ستوك ديال الطاقه، والنشويات هي اللي كتعطيك طاقه حيت البروتين ما كيعطيش طاقه. هادشي كنا قلنا البروتين كيغذي العضله ولكن ما كيعطيكش طاقه، النشويات هما اللي كيعطيوك طاقه، وانت ديجا عندك واحد ستوك ديال الطاقه. فتي الا ما خديتيش نشويات واحد النهار جوج ماشي مشكل. انا علاش كنقول في الريجيم ما نحيدوش نشويات في مره، لانه انت هذا ان ستيل دو في هيلثي اللي انت غادي تمشي عليه حياتك كلها. داكشي باش كنقول ما تحيدو حتى شي حاجه، ولكن بغيتي تزابي واحد النهار جوج بلا نشويات راه سي بوسيبل ممكن. اصلا في الفواكه راه كاين واحد النسبه ديال النشويات اللي انت كتاخديها. اذا هذا هو الاوماد، وهذه المده اللي كتخاد فيها، وهذا هو اللي خاصو يكون فيه. صافي كتبقاي انت تقريبا 22 ساعه وانت صايمه. هنا غادي نجيو بالنسبه للناس اللي يقدروا يديروه، الناس اللي ما يقدروش يديروه. الناس اللي يقدروا يديروه اللي صحتهم مزيانه ما عندهمش السكر، انه اللي عنده السكر ولا اللي عنده نقص في شي فيتامين مثلا عنده انيميا ما نقص في الحديد فقر الدم السكر، هادو ما يقدروش يديروه. الناس اللي كبارين في العمر بزاف والنساء الحوامل والنساء المرضعات هادو ممنوع عليهم انهم يديروا هاد الاوماد. بالنسبه للناس اللي يقدروا يديروه، الناس اللي صحتهم مزيانه اللي ما كبارينش بزاف السن اللي ما عندهم حتى شي مرض ما كياخذوا حتى شي ادويه ممكن يعتمدوه، وراه فريمون كيبقى الجسم ديالك لين وما كاين حتى شي مشكل. ولكن ماشي واحد كان كياكل ويجي ديال الاوماد، يعني من الاكستريم للاكستريم لا مستحيل ما يقدرش. ديما سيرو بالتدريج بالتدريج، حتى الجسم ديالك غادي تشوكا غادي تشوكيه، يقدر تبدا تجيك الدوخه تقدري تخفي كاع. داكشي بالتدريج كيجي بالتدريج، كيف شفتو انا الرحله ديالي ديال الريجيم مني بديت راني كنت بديت غاب بريجيم 1500، كنت كناخذ خمسه ديال اولا اربعه ديال الوجبات في النهار، لانه انا عارفه راسي ملي كنت حامله كنت راه كناكل على طول النهار، فكنت عارفه راسي ما غاديش نقدر نجي وندير صيام متقطع نيشان. فبديت بالتدريج بالتدريج رجعت للصيام متقطع، كناخذ ثلاثه ديال الوجبات في النهار شويه جوج، دابا حاليا كناخذ جوج الوجبات في النهار. وفكرت انني ناخذ هذه وجبه واحده في اليوم، فكرت فيها ممكن نديرها من بعد ممكن لا ما نعرف، المهم من بعد ان شاء الله وغادي نشوفوا. الا درتها غنبارطاجيها معكم بطبيعه الحال، ما درتهاش راه غادي نقولها لكم وعلاش بطبيعه الحال، لان انا ممكن نديرها، المهم من بعد غادي نشوفوا هادشي. كاينه واحد القضيه اخرى اللي هو شحال هادي الرجل البدائي ولا حتى الرجل اللي من بعد منه راه فريمون راه كانوا ما تياكلوش على طول النهار. حنا دابا كاينين بزاف لي برودوي، وانت ملي كتدخل سوبر مارشي كتبقى تختار ما بين هادي وهادي 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 وهادي، بزاف لي ماركو كل ماركه تنفس لي برودوي كل برودوي بزاف ديال الانواع، وانت كتبدا تختار تختار تختار، وملي كتجيب داكشي للدار خاصك تاكلو على طول النهار كتخاف تشمت ولا ما نعرف شنو فكتصدق وكل بزاف ديال الماكله في النهار. الناس ديال شحال هادي ولا الرجل البدائي كاع وكان عايش بخير ومزيان وبالعكس كانت صحته زي البومب حسن من دابا، اشنو راه النهار اللي كيصيدوا فيه فريسه كياكلو، والنهار اللي ما كيصيدوش فيه ما كياكلوش، وشنو كان كيوقع؟ واش كان كيموتوا بالجوع؟ اكيد لا، لانه ديجا حنايا الجسم ديالنا عنده واحد ستوك ديال الطاقه، والجسم ديالنا اصلا محتاج وجبه وحده ولا حتى جوج وجبات في النهار كافي. حنا هاد ثلاثه ديال الوجبات وخمسه ديال الوجبات منين جبناها؟ من تربينا عليها، حنايا اللي اخترعناها وتربينا عليها، وجيل على جيل تربوا عليها وصافي. كيكون الواحد راه بعض المرات كيكون الواحد ما قادرش يتعشى مثلا فاطر، واخد ما بين الفطور والغدا ماكله برانش، كيقولك البرانش واش من برانش وانت يا ديجا فاطر. الناس كياخذوا البرانش اللي كيكون ما فاطرينش، فكيقرب لوقيته ديال الغدا كياخذوا داك البرانش كيكون فيه فطور وغدا وكيكون فريمون هكا شويه كثير وفيه الماكله بزاف عفوا كل بعد لا كيفطر كياخذ لك البرانش مع الاصدقاء كي يتغدى
وياخذ الكوتي وما كيكونش فيه الجوع. هذا هو الغريب في العمر، ما كيكونش فيه الجوع ولكن خصو يتعشى، لانه العشاء كاين في الثقافه ديالنا خصو يتعشى عاد ينعس وعاد ينعس، ولا ما تعشاش كيحس براسو بحال الا باش موت واخا هو راه ما فيهش الجوع. وحنايا ام البنات راكم عارفين الرسول عليه الصلاه والسلام كان ما كياكل حتى كيكون فيه الجوع وكينوض قبل ما يشبع. حنا لا، كناكلو ما فيناش الجوع وكنوض حتى كنعرقوها ونشبعو، ومن بعد كنقولوا ما عارف علاش انا كنغلط، ولا ما نعرف علاش انا الجسم ديالي ما حسش به مزيان، ما عارف علاش انا كنحس بالعيا طول النهار. راه الجسم ديالك كيغفليتي داكشي لبرا، داكشي اللي عطيتي ليه لداخل كيبين هو على برا. تهليتي فيه غادي يبين التهليه ديالو على برا، ما تهليتيش فيه غادي يخرج لك امراض ويخرج لك بزاف د الحوايج على برا. وعلى ذكر هذه القضيه، كاينه واحد المحاربه معنا غير مؤخرا صطات لي ميساج وبارطاجيتو في انستغرام، قالت لي باللي الكلف اللي عندها في الوجه بدا كيمشي فقط بالاكل الصحي. منين بدات الاكل الصحي هذه مده بطبيعه الحال ملي بدات معايا، منين غضبات عليه لاحظت انه الكلف بدا كيمشي. وكاينه وحده اخرى اللي قالت لي واللي حتى هي غير تشوف الفيديو غادي تعرف راسها، اللي كانت غاديه معايا على الاكل الصحي ولكن وصلت لواحد الوقيته اللي جا عندها الضياف وبدات كتخربق صافي وكملت على التخربيق ديالها وما قدرتش انها تحبس، ورجعات عاوتاني كتاكل السكر وتاكل الحلويات والسكر المركب وهذا الشيء كامل، وبحال الا ادمنت عليه وما بقاتش قادره انها ترجع للطريق عاوتاني. صافي مشات ولاشات وكملات في داك الطريق. فالجسم ديالها شنو خرج صدفيه في رجليها بحال اللي قلتو خرج فيهم شي حبوب بداو كيتعفنوا على حسب ما قالت ليا. ملي جات عند الطبيب هادشي اللي قال لها راه الاكل ديالك مخربق، كتاكلي السكر بزاف، الاكل ديالك غير صحي، داكشي باش بان هادشي. عطاها خدمه بطبيعه الحال ولكن خاصه ترجع تقد حتى ماكلتها باش تعاون الجهاز المناعي ديالها باش انه يحارب هذاك الجسم الغريب اللي بان ليها في رجليها. وهذا راه كينطابق حتى على الامراض الاخرى. الناس اللي مرضين حاليا بالفيروس ديال كورونا، بنات بزاف معايا في انستغرام اللي قالوا لي بلي راهم مراض، ديما كنصحهم بهاد الوقيته هادي بالضبط ما تعتمديش غير على الدواء اللي كيعطيك الطبيب ولا كاين اللي ما كيعطيهمش كاع، اعتمدي على الجهاز المناعي ديالك، هو الوحيد اللي غادي يحارب داك الفيروس ويخرجه. والجهاز المناعي ديالك خاصك انت تقويه باش غادي تقويه بالاكل الصحي بطبيعه الحال، انك تهلاي فيه، ما تعطيش الماكله مخربقه، تحاولي تلعبي سبور واخا فيك الكورونا فيروس، راه ماشي بالعكس الا لعبتي سبور عاد كتزيدي انت تقوي كيف قلنا القلب، الخلايا اللي عندك في الجسم ديالك، الضخ ديال الدم كيكون احسن في الجسم ديالك، وهكا كتقوي الجهاز المناعي ديالك وكتحاربي هذا الفيروس هذا. دابا اذا شفنا الاومال، شرحنا شنو هي المده اللي خصكم ديروها فيها، الوقت نتوما غادي تختاروا ماشي بالضروره من 3 ل 5، نتوما اللي كتختاروا الوقت، غير هما حاولوا ما امكن تساليوا شويه بكري كيف ديما كنقول، لانه الجسم هكا مول المغرب ما كيبقاش يحرق بنفس الوتيره ديال النهار كله. شفنا الناس اللي قدروا يديروها، الناس اللي ما يقدروش يديروها. دابا غادي نجيو واش فريمون كتنفع في انها طيح دهون اكثر من جوج الوجبات اولا ثلاثه الوجبات في اليوم ديال الصيام المتقطع. كاينه واحد الدراسه البنات اللي جديده كتقول امريكيه، كتقول باللي جابوا واحد الجروب ديال الناس واحد الجروب ديال الناس اللي داروا لهم صيام متقطع ثلاثه الوجبات في النهار، وجروب ديال الناس اللي داروا لهم صيام متقطع وخلاوهم انهم يصوموا، ما داروش الناس الاوماد، خلاو غير الناس الاخرين انهم يصوموا اكثر من 20 ساعه، هادو صاموا 16 ساعه وهادو صاموا 20 ساعه، فلقاو هادو اللي صاموا 16 ساعه طيحوا نفس الوزن ديال هادو اللي صاموا 20 ساعه، نفس الوزن، يعني ما كاينش فرق. ماشي الا صمتي 16 ساعه ولا الا صمتي 20 ساعه 20 ساعه غادي يطيح اكثر من 16 ساعه، كاين واحد الفرق اللي هو جدا بسيط، يعني فريمون بسيط، لقاو الفرق ولكن بسيط بزاف. ولكن فين لقاو الفرق الكبير بزاف، الفرق اللي هما قالوا عليه خيالي؟ في العضلات. لقاو الناس اللي صاموا 16 ساعه حافظوا على عضلاتهم ولكن طاحت منها واحد النسبه، واخا كيلعبوا رياضه واخا عاطينهم وجبات صحيه ومصيمينهم 16 ساعه، يعني محتارمين كل شيء اللي ممكن يكون صحي في الصيام المتقطع. والناس اللي صاموا 20 ساعه لقاو محافظوا على الكتله العضليه ديالهم فريمون مزيان، ما طيحوا منها حتى شي حاجه، ومع انه هذا الشيء اللي كيديروا هادو كيديروا هادو فقط، هادو صاموا 20 ساعه وهادو صاموا 16 ساعه، الكتله العضليه ديال الناس اللي صاموا 20 ساعه فريمون بقات
شد راسها ما طيحاتش كاع بالكل، والدهون اللي طاحوا من هادو شويه كثيره على الدهون اللي طاحوا من الناس ديال 16 ساعه غير شويه، ولكن الفرق الخيالي اللي قلت لكم كاين في العضلات. من خلال هاد الدراسه نتوما منكم راسكم غادي تعرفوا واش تقدري ديري 16 ساعه، تقدري ديري 20 ساعه، او لا تقدري ديري 22 ساعه اللي هي الاوماد. نتمنى انه نكون جمعت كاع المعلومات اللي او التساؤلات اللي نتوما سولتوني، ونتمنى انه نكون جاوبت عليهم بعجاله، لانه كنبغي نسر بها هكا شويه باش ما تبقاوش مطولين معايا بزاف، لانه الحياه البنات ماشي غير يوتيوب ولا انستغرام، الحياه بزاف الحوايج خاصك انت ديريهم في حياتك. لهذا ما كنبغيش نطول فيديوهات بزاف باش ما تبقايش تضيعي وقت بزاف، واخا انا عارفه وكتقولوا ليا والهلي خطيكم على هذا الكلام هذا باللي راه واخا ندير لكم زعما وقت بزاف باللي كتخرجوا مستافدين واخدين بزاف ديال المعلومات، ومع ذلك ما كنقدرش نطول بزاف. هذه انا وهادشي اللي كاين، ما كنقدرش نطول بزاف لانه كنقول ما خصنيش نضيع الناس الوقت بزاف، واخا فريمون مستافدين والحمد لله، نتمنى انكم تبقاو ديما كتستافدوا معايا، ولكن مع ذلك ما كنبغيش نطول بزاف. فالمهم غادي نسالي معكم دابا، نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم، غادي نمشي نكمل الفلوغ ديالي اللي كنصور واللي غنحط لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. انتظروني فيديوهات اخرى، خليتكم على خير.